ذلك بطبيعة الحال نتاج سلطة قضائية غير مستقلة وغيرها من هذه التفاصيل. أنتقل إلى المحور الثاني. بسبب ممارسة حرية التعبير عن الرأي وانتقاد السلطة، يتعرض الضحية إلى رحلة من امتهان الكرامة الإنسانية عبر مداهمة غير قانونية لمنزله، ومن ثم تقييد يديه خلف ظهره بقوة، فاقتياده معصب العينين، وإشباعه ضربا مبرحا بالهروات، وبمجرد أن يدخل في تلك الغرفة الباردة التي يتواجد فيها 3 أشخاص وجهاز حاسوب لتدوين الاعترافات، يحاول الضحية أن يرفع رأسه فيضرب على وجهه، ويجد نفسه معلقا من يديه في السقف طيلة ساعات حتى تكاد عضلاته تتأوه من الألم، وقد تزلزل الصعقات الكهربائية أجزاء أرجاء جسده، وقد يوضع الماء عنوة في فمه حتى يظن بأنه يغرق، وقد يواجه الاغتصاب أو التحرش الجنسي أو أي نوع آخر من أنواع التعذيب فقط للإدلاء باعتراف ما. وبعد انتهاء كل هذه المراحل من وجبات التعذيب، هنا يقول العنصر الأمني للضحية: مرحبا بك في البحرين، أنا يسموني جلاد وهواية التعذيب. جريمة التعذيب تشكل أحد الأركان الأساسية في أدوات قمع الحريات والانتهاكات في البحرين، وهي باتت ركن أساسي أيضا من العقيدة الأمنية للمنظومة الأمنية في البحرين، حيث أن يعني مسألة ارتكاب التعذيب أصبح لدى الأجهزة الأمنية ممارسة اعتيادية، حتى أصبحت السلطات البحرينية اليوم تمتلك سمعة خاصة في ممارسة التعذيب بالصعق الكهربائي، وهي تشتغل منذ سنة 2011 على تطوير 21 نمط وشكل من أشكال الإساءة والتعذيب في داخل السجون البحرينية. إضافة إلى ذلك، تبتكر منظومة حماية للمتورطين بهذه القضايا من خلال تكريس سياسة الإفلات من العقاب، إن من خلال المحاكمات غير العادلة أو من خلال بعض التشريعات، إضافة إلى بعض الإجراءات الأمنية أو حتى الترقيات التي تنالها بعض الشخصيات الأمنية. خلال سنة 2018 تم رصد 791 حالة تعذيب وسوء معاملة في البحرين، إلا أن الأنكى هو تكيف السلطة مع الإدانات الدولية التي تتحدث عن التعذيب من خلال منظمات غونغوز على سبيل المثال، التي وظيفتها الأساسية هي إنكار الانتهاكات وتلميع الواقع الحقوقي، أو من خلال إنشاء بعض المؤسسات الشكلية بما يخالف التشريعات الدولية الموجودة. يعني على سبيل المثال، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان منشأة بخلاف مبادئ باريس، ووظيفتها الأساسية اليوم كلما صدرت إدانة من جهة دولية وتصاعد الحديث عن استمرار تردي أوضاع السجون